مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل ما يشاهد قناة النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم ويوم جديد من أيامنا في البيت الكبير. النهاردة حلقة نهاية الأسبوع، حلقة يوم الخميس، وبإذن الله إن شاء الله يوم الحد نتقابل هنا في البيت الكبير وإحنا بنحتفل مع بعض بتتويج النادي الأهلي بطل أفريقيا إن شاء الله. بكل المجهود الكبير اللي بذله النادي الأهلي النهاردة على مستوى الموسم الطويل جدا والموسم الاستثنائي في الدوري على المشوار الأفريقي، الحقيقة يعني لو قلنا أن النادي الأهلي بيقدم عروض أكتر من رائعة إن شاء الله، كل ده يتوج بإذن الله بكرة ونفوز إن شاء الله بالبطولة الغالية.